السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيت بهذا الفيديو تاع تحضيرات الكادو تاع مزيود إن شاء الله اللي تتربى في عزهم ويشوفوها في المرا ويشوفوها إن شاء الله في مراتب كبيرة. نبدأ بهذا السلة اللي غلفتها، السلة اللي درت فيها الكادو. شوفوا، شريت هنا 2 مترات قماش في الغوز بيبي، هكذا هاد لا كولور شابه بزاف بزاف. وهاد الحاشيات اللي فيها بيرسوناليزي تاع النيسانس، كاين حاشيات درت انواع، ومن بعد قلت نشوف كي نبدا نخيط فيها نغلف فيها هاد السله نعرف واش ندير فيها. وهادي لا دانتيل اللي درتها في زوقت بها هاد السله مع هاد لي بوبون هادو، شحال عجبوني بزاف بزاف. لي زابليك هادو مع لي نو هادو شريتهم، زوقت بهم. من بعد تشوفوا السله كي نكملها. هاي ليك السله اللي شريتها، ماشي غاليه بزاف، مليحه. من بعد قصت كامل المحيط تاعها الفوق، وقصت العرض تاع من الداخل ومن البرا باش نقطع القماش على حساب السلة تاعي. وقطعت دائرة تانية تاع المحيط، دائرة تاع المحيط، قصت كلش، درت خديت كاع القياسات. من بعد بديت نقطع هنا، بديت ندير بستيلو العرض تاع طول السلة كامل ونقطع. هاي ليك العرض والطول من داخل ومن برا تاع السله. درت نقاطي بستيلو ومن بعد قطعت، وهنا درت نقاطي كامل على الدائره وقطعت. هاي ليك قطعت دائره اللي تجي لداخل السله. هذه جات ما شاء الله شابه مع الاخر، تشوفوها كيفاش جات. هاي ليك الدائره اللي تجي لداخل، والزوج مرصوات تاع قماش اللي قطعتهم باسكو كاين اليد لازم تقطعي 2 مرصوات. هاي ليك عرض تاع الداخل وبرا. من بعد شديت حاشيه هذه الغاز هذه وغلفت كامل اليد بالبيستولي تاع الشمع، يعني بالسيليكون. سخنت مليح سيليكون وبديت نلصق في الحاشيه، نلصق هذه الحاشيه كامل ونعاود نولي. حكمت هذيك الدائره مع القماش تاع المحيط وبالمساسك كامل، هاملي كيفاش وقست على السله عرفت بلي جات سوا سوا. هاي ليك بالمساسك حكمتهم. من بعد باش نخيطهم وجدت هذه، زدت قست هنايا العرض هذا باش ندير شرشيفه اللي ما تجي من برا شرشيفه. درت قماش على 2 وقست العرض وبديت ندير لي بلي كرو كيما راكي تشاهدي، ونحكم بالمساك بلي زيبانغل هادو هكذا لي بلي كرو. فوالا نكمل ندير هاد لي بلي كرو ونرجع لكم. جوزتهم في الماشينه كاع واش حكمت بلي زيبانغل راني نخيط فيهم. هنايا راني نخيط في القماش هذاك اللي فصلته، نحي في لي زيبانغل ونخيط. خيط هاد لي بلي كرو التشرشيفه اللي درتها من برا، راني بديت بها نخيط كامل، نحي لي زيبانغل ونخيط.
نكمل نخيطها ونرجع لكم. من بعد بديت نخيط في هذا لادانتيل هذه في وين درت الخياطه خيطت لادانتيل وزدت درت لادانتيل هذه تاع لوغونزا درتها لتحتها هاد الترشيفه اللي درتها من برا تاع تاع لاكورباي. هنا بديت نلصق في لاكورباي خيطت كلش هذيك الدائره خيطتها مع المحيط كامل هذاك القماش اللي قسته تاع البرا والداخل وخيطتهم وراني نلصق بالسيليكون بالبيستولي. كمل اللصق ونرجع لكم. هذيك السلة على كوربي بعد ما كملتها جات شابة بزاف بزاف. من بعد جبت هاد لي كادو وبديت نديرهم لداخل. هام ليك لي سيرفيات درت لهم الحاشية هادوك بيرسوناليزي تاع لي بيبي الكوسميتيك تاع البيبي توجور تاني درت لهم الحاشية باش تمد هكذا نظرة شابة والحوايج تاني علقتهم بلي سانتخ تاعهم فوالا علقتهم فداك في اليد تاع السله لي غرونيير والحوايج جات بزاف بزاف. بديت نسيين حاط ونعاود نرجع ونشوف وين تجي شابه. هاي ليك علقتهم درت خليت لهم لي سانتر وبديت نعلق فيهم هاد لي بول تاني تاع الشتا درت لهم الحاشيات. شوفوا كيفاش درت لهم الحاشيه ربطت لهم الحاشيه وحطيتهم. وهذا النونورس هذا درتهم يزيد نظره شابه في الكوربي حطيته في الطرف. وسورتي دبان تاني درت له الحاشيه وحطيته
وكملت هكذا على كوربي تاعي، جات شابه بزاف بزاف ما شاء الله. نتمنى تعملوها، هاد عطيت لكم دي زيدي. وهنا هاد مساسك صغار عجبوني، يتباعوا عندو، يبيعوا المواد تاع الحلويات، عجبوني. وهكذا زدتهم ديكور، حطيت حكمتهم في الحاشيه، جاوا بزاف شابين. هاي اللي كيفاش جات لا كوربي، جات ما شاء الله شابه بزاف بزاف وعجبتني. نعطيكم اون ايدي باش تهنوا بها للعزاز تاعكم وحبابكم وفاميلتكم. من بعد كي كملت هذا السلاغد، ومن داك بديت لي جاتو، بديت ديريكتومون بالمخبز بيرسوناليزي. مخبز لي درت هنايا 3 كيلات لوز مرحي مليح مليح، الكيله الاولى هاي ليك، من بعد الكيله الثانيه، هاي الكيله الثانيه، والكيله الثالثه. هنا نعطيكم مقادير تاع كيلو ورطل تاع اللوز، شحال دار لي من حبه تاع مخبز، دار لي 43 حبه مخبز. درت 4 كيلات تاع سكر حبيبات، هذا السكر اللي يمد التعسيله لهذا المخبز. خلطت مليح مليح اللوز مع السكر، وعاودت رحيته في الماشين مع السكر، وضفت هنا 3 حبات لوزاس تاع القارص، برش الليمون، ما صبتش الاصفر، درت الاخضر، هو الاصفر خير مي كمان مدنقو شباب. مغرفه تاع زبده طريه، وبديت بديت نلم بالبيض. البيض ضيفي بالعقل، ديري بزوج حبات، خاطر لو كان ديري على تجيه تغلبك، يغلبك البيض ويتشمخ لك اللوز، وما كاش باش تعاودي تلميه. دونك بزوج حبات بديت نضيف ونخلط ونشوف، نشوف لا هذاك هو ولا ما ولا خصني ولا ما خصنيش. هكذا كيما راكي تشاهدي، مع الاخر زوج حبات تاع بيض مع الاخر خلطتهم، وبديت نضيف بالعقل. هاد الكميه كامل شدت لي 6 حبات بيض، وانتي على حساب الكبر تاع البيض، على حساب اللوز تاعك كيفاش رحيتيه. وبديت نعجن فيه، تعجنيه مليح مليح باش يدخلوا كامل المقادير مع بعض. ولميتهم درتهم في باطا وغلقت عليهم وخليتهم يرتاحوا ساعة هكذاك. وبديت ندير في الطلية، هنا درت 3 كيلو سكر كريستاليزي، عفوا سكر غبرة، ودرت كاس حليب، نص كاس زيت، ونص كاس قارص عصير تاع قارص. وبديت نخلط ونلم نعجن فيه باش هذاك السكر يذوب. بعد بديت نضيف المزهر ونعجن كيما تعجني العجينه، هذاك السكر يذوب. هاد التقنيه هذه تجي مليحه في الطليه. وهنا ضفت مغرفه كبيره تاع لا كولور، لون الابيض، باش تجي الطليه تاعك بيضة مليح. وبديت نضيف في المزهر وراني نعجن فيها حتى تتعجن لك مليح، حتى يذوب، تحسي ولات لك ليس في يدك. هذه تجي طلية ناجحة 100%، والسكر يدوب مليح مليح. ضفت كامل، ضفت المزهر، كي شت طلية سايد طرات حبست. وهنا درت ملون وعطر تاع التوت، ملون ويمد عطر تاع التوت اللي مد نقوش باب للطلية. درت لا كولور هذه، كولور غاز ما تبانش بزاف، كولور بيبي، غاز بيبي. من بعد جبت اللوز تاعي اللي خدمته، ورشيت الطابله تاعي بالفرينه، ودرت نيلون من الفوق، وبديت نحل فيه بالحلال. وانتيا السمك تاعو كيما تحبي، انا نحب يكون مخبز خشين عريض باش يمد، يكون بومبي، يكون مليح، ما يجيش مبلاطي. وبديت نقطع بهاد لو كور، بهاد القطاعه تاع القلب بالنيلون، باش تجيك بومبي الحبه، ما تجيش مبلاطيه، تجي شابه بزاف بزاف. شوفوا كيفاش تجي بومبي.
تقطعي بالبلاستيك هذا الغذائي. انا هذا البلاستيك نحيه من الديو، نخبيهم كي نشري ديو نخبيهم، نسحقهم في الكاطو نسحقهم بزاف. هاي اللي كنحبها كيفاش جات بيان بومبي وعريضه. لميت هذاك اللي قعد تاع اللوز، عاودت لميته ودرته، حليته بالحلال هكذا وكملت نقطع حتى كملت كامل الكميه تاعي اللي عندي تاع اللوز. وراني سخنت الفوغ ل 170 درجه، طيبتهم في الفوغ 170 10 دقائق برك، خاطر فيهم غير البيض ما لازمش يحمروا بزاف يقعدوا طريين. وخليتهم تكوتي وكيبرد، خليتهم يبردوا. وهنا بديت السبات سابلي، درت 500 غرام زبده، درت كيلة تاع لوز رطب، كاس غير ربع سكر زيت، ودرت كاس سكر معمر وزوج صفر بيض وحبه بيض، حبه بيض كامله، مغرفه تاع لافاني وقرصه ملح، مغرفه كبيره تاع لافاني وقرصه ملح. ما قدرت تصيبهم في صندوق الوصف. حطيت الزبده هي الاولى اللي كانت طريه اللي جبتها من قبل، وضفت الكاس تاع السكر حبيبات، وضفت الملح ولافاني، وبديت نخلط غير بسباتول باش السكر يذوب. درت سكر كريستاليزي باش يمد لي هذاك القرمشه في السابلي، ضفت الزيت وراني نخلط، زدت البيض وتخلطي مليح مليح حتى تولي لك العجينه كريميه. هاد السابلي جاو ما شاء الله بنان بزاف بزاف. ضفت اللوز، اللوز يمد بنا السابلي فريمون بنا هايله. خلطت مليح مليح وبديت نضيف الفرينه، نغربل فيها وميم طون ونضيف فيها، نضيف بشويه ونخلط. ضفت الفرينه حتى تلمدت لي العجينه، ما تخليهاش يابسه ما تخليهاش طريه، تكون محكومه ما تلصقش في اليد. درتهم في لي ساشي هادو في الفيلم غذائي وحطيتهم في الفريجيدير نص ساعه يرتاحوا. من بعد وليت الاسكيمو، درت الكاطو هذا، خليته كاطو مرحي كميه اللي حبيتيها، ضفت لها نوازات البندق مرحي خشين، وضفت مغرفه تاع عجينه التوت، مغرفه كبيره تاع عجينه التوت متبنه هايله، ومغرفه كبيره تاع كراميل، صلصه الكراميل بالشوكولاته البيضاء اللي عندي لا روسيت في لاشين تاعي، يعني درتها تقدروا تطلعوا عليها تشوفوها. هايله تمد كميه كبيره وتستعمليها في الحلويات. بديت نلمد هاد العجينه اللي راح ندير بها الاسكيمو. من بعد بديت نلمد بالشوكولاته، شوكولاته تاع الطلي يعني شوكولا اتارتيني. انا درت نوتيلا وانتي استعملي واش حبيتي، الشوكولاته اللي عندك اللي تحبيها استعمليها تجي تاني بنينه. بديت نضيف الشوكولاته وراني نلم فيها حتى ولات تتلمد. جبت هاد المول تاع سيليكون تاع الاسكيمو وبديت نحط كميات لداخل، ندير كره ونكورها مليح مليح ونحطها لداخل. عمرت كامل هاد المول تاعي ودخلت فيهم هاد السباتول هادو تاع الاسكيمو اللي تباعوا ماشي غاليين ماشي غاليين، كميه كبيره تشد لك شحال من ديري بهم شحال من الخطره. فوالا هاي لي كدتهم في الكونجيلاتور. من بعد جبت لاباط سابلي اللي بعد كانت ارتاحت وبديت نحل فيها بالحلال بواسطه الفيلم الغذائي بالتابي سيليكون اللي تجيك ما تضيفش الفرينه باش لاباط تجي مليحه. وجبت هاد المول تاع غرونوير تاع بيبي، قطعت كامل لاباط خليتها شويه خشينه، جات بزاف شابه لاباط، جات هايله بعد ما ارتاحت. قطعتها درتها في البلاتو وكنت هنا هاي تكسرت لي حبه تالمون جات بزاف خفيفه، لاباط جات مليحه غير بالعقل. نحيتهم ودرتهم في بلاتو وطيبتهم على 180 درجه اللي كان الفوغ يسخن مقبل 180 درجه. عاودت رجعت
طيبت هذوك السابلي وحطيتهم يبردوا، رجعت ليزيسكيمو باش ندير لهم غلاساج، شديت شوكولا بيضه ودرت لها الزيت، درت لها فنجال تاع زيت، فنجال صغير تاع زيت، وبديت ودرت لها الكولورون غوز، كولورون تاع الشوكولا سبيسيال، وبديت نخلط ونشوف حتى جاتني هذيك لا كولور اللي حبيتها، غوز بيبي غوز كلير. خلطت مليح مليح الشوكولا، راح ندير غلاساج غوشي، هاي لا كولور جات شابه بزاف بزاف. ومن بعد رحيت عندي نوازات، رحيت البندق وصفيته، خليت غير الخشين هذا، وبديت نضيفه في الشوكولا. جاو بنان بزاف لي زيسكيمو، جاو ملاح. وتضيفي كميه تاع نوازات وتشوفي، لازم تخليها شويه ليكيد باش ديري الكلاصاج تاعك. هاني نضيف ونخلط، من بعد جبت الاسكيمو تاوعي اللي كانوا تكونجلاو وبديت نغلاسي فيهم هكذا. حطيت بلاطو قدامي فيه بابي كويسان ورق طهي، وبديت ندير في الكلاصاج ونحط. كاين حبيبات اللي تشقولي، هي لاستوس، لازم تخلي شويه فراغ، ما تغلاسيش كلش، خلي تقبه في فراغ في الطرف وين كاين هذوك الحطب، وين كاين لي سباتول هذوك. من بعد جيت للمخبز تاعي بعد ما برد، درت ان سيرو هاد الشربات اللي درت نص كاس سكر وزوج كيسان ما، غليتهم غلاو 5 دقائق وجبتهم هكذاك سخونين، شربت فيهم هاد المخبز باش يجي مع السل ما يجوش يابسين، وشمختهم غير تمتم، ما تخليهمش يتشمهوا بزاف، ومسحتهم هكذا، درتهم يقطروا، مسحتهم بالبابي ابسوربان هكذا. وجبت الطليه تاعي اللي كنت درتها وخليتها ترتاح، غطيتها وخليتها ترتاح باش ما ديرلكش لا كروت، ما ديرلكش القشره، وبديت نطلي في المخبز تاعي. هاي ليك جات طليه ما شاء الله هايله، ما طاح منها والو، جات هايله بغيانت. المخبز بعد ما نشفتو بديت نطلي فيه هكذا بالحبه ونحطه في الكرياج هذا باش ينشف لي بالخف. وين تصيبي الهواء هكذا ينبول تاع هواء، واسيها بالكوردون تاع الاسنان هذاك، تقبيها وخليتهم ينشفوا. هنا جبت الصابلي تاعي بعد ما بردوا، جبت لاباتا سوكر بيضة، هاد الصابلي حطيت هاد الموديل، جبت لاباتا سوكر حليتها بالنشا ولا سوكر غلاس، جبت هاد القطعه اللي قطعت بها الصابلي، بديت نقطع هكذا دوائر على حساب الصابلي اللي قطعته. صابلي ما زادش باسكو ما فيهش الخميره، سي بور سا قعد هو. قطعت كامل هذا بالقطاعه، قطعت كميه تاع لي صابلي اللي عندي. وعندي هذا المول اللي يدير لو نون، يدير الاسم تاع البيبي بيرسوناليزي، يدير لك الاسم، يتباع بارتو ماشي غالي. درت به الاسم تاع المزيودة، من بعد درت جلوكوز ومغرفة هكذا تاع ولا زوج مغارف تاع صوص كاراميل، ذوبتهم وبديت ندهن في الصابلي باش نلصق هذيك لاباتا سوكر. هكذا تلصقي غير بالعقل، جاو شابين بزاف بزاف وبنان هاد السابلي بيرسوناليزي. دونك دهنت كامل هكذا، ندهن بالوحده ونلصق غير بالعقل. هاد الجلوكوز يمد قرمشه السابلي وتحتفظي به مده طويله مع
صوص دو شوكولا كراميل. وهنا هذو لي بافيت درتهم قطعتهم بالمول مدور، ونحيت لهم قطعت بواحد المول صغير من الفوق، ودرت لهم وردات، ودرت لي بيبغا. من بعد زوت زوقتهم بالطلية، درت لهم شغل دونتيل. من بعد زوقي انتي وش حبيتي، انتي كيما تحبي ديري تزوق لي حبيتي. هذه هي كملت كامل، وهام ليك المخبز بعد ما درت له البيبغا، درت له لي بافيت، ودرت له هذا الريشه اللي بالمول سيليكون باتا سوك. وتصبغيها بالدوغي. هاوليك سقمت كامل لي كورباي سنيوات توعي كامل، وغطيتهم ودرت هذيك السابلي، درت انواع تاع سابلي. هاي ليك هنا درت بالغوزي بلان بات سوك، وزوقتهم بالورد. هذاك لولو كاتي درت لهم لي نو، والسابلي مدورين اللي وريت لكم في لا فيديو. درت لهم وردات صغار، لصقتهم بالعقاش. هاي ليك كامل لو كادو اللي وجدتو، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله الف مبروك مره اخرى، وتتربى في عزهم ان شاء الله. وهاي اللي كي رحنا لصديقتي هذه اللي دارت لنا قاعده ما شاء الله، وجدت ما شاء الله الطمينه ما خلات ما توجد، الطمينه مزوقه الله الله باللي فروي سيك. هاولي جاتو اللي دارتهم اللي حطتهم النام انواع جاتو، هذا بيرسوناليزي عند نور الهاني، بنين بزاف بزاف. هاوليك تاني جاتو سابلي بريستيج، دارت مخبز بالجوز عندها وش حطت، فرحت بينا. دارت هاد لي فروي بريستيج، لي فروي او زامان دو بريستيج. دارت بزاف هريسة، دارت هاد الكعكعات باللوز، دارت حلوة ما شاء الله عليها، وفرحت بينا بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تتربى بنتها في عزهم، وتكبر لها وتشوفها مرة كبيرة، وتقرا وتجي وتكون في احسن مراتب ان شاء الله يا رب العالمين. هاي اللي عند لقطات تاع الحلوى اللي حطتها وعطتنا معانا كلينا ودينا معانا ما شاء الله، يعطيها الصحه. وان شاء الله هاد لا فيديو عجبتكم، ونتمنى تكونوا ديتوا افكار، ونتلاقى في فيديو جايه وموضوع مواضيع واحد اخرى ولا كيفيه واحد اخرين. والى اللقاء، مع السلامه. Just wanna behold you. Time to say goodbye. You, do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fight again.
볼 것 같아 내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해 내게 장난치지 마 다가와 my baby girl I need you girl Say you lady I need you girl Save me lady I need you I just wanna be old. Time to say goodbye.